السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بدورة علم تحليل البيانات باستخدام الأداة السحابية Google Data Studio. لقد تعرفنا في الفيديو السابق عن ما هو Google Data Studio وما هي مميزاته وما هي المصادر الخاصة به. في هذا الفيديو سنتعرف عن أهم الأساسيات التي تسمح لك باستخدام Google Data Studio بكيفية احترافية وتجعلك تنشئ تقارير رائعة ومذهلة. لنبدأ على بركة الله. أول شيء سوف نفعله التسجيل في منصة Google Data Studio عن طريق الجيميل. نذهب إلى الموقع الخاص بشركة Google Data Studio. تظهر لنا هذه الواجهة، نضغط على الاستخدام بشكل مجاني. تظهر لنا نافذة ربط Google Data Studio بالجيميل. نختار عنواننا البريدي، ثم نضع الرقم السري. طبعا يمكنك التسجيل فقط بالجيميل لأن Google Data Studio ينتمي إلى مجموعة خدمات Google بصفة عامة. بعد التسجيل تظهر لنا نافذة Google Data Studio على هذا الشكل كما ترون، فإنها نافذة سهلة غير معقدة، يمكن لأي شخص التعامل معها بسهولة. الآن سوف نتعرف عن هذه الواجهة. تتكون من نافذة جانبية ثم نافذة أفقية. النافذة الجانبية تحتوي على مجموعة من الاختيارات مثل زر أنشئ. من خلال هذا الزر يمكنك إنشاء التقرير الخاص بك أو إضافة مصادر البيانات من منصات التي تحدثنا عليها في الفيديو السابق. ثم هناك اختيارات خاصة بالمشاركة وإلى ما غير ذلك. في النافذة الأفقية تتكون من أزرار التقارير الخاصة بك، ثم هناك زر خاص بالمصادر والبيانات. وتحت هذه النافذة الأفقية يوجد مجموعة من القوالب المجانية التي تعطيك إياها جوجل ويمكنك التعديل عليها. بعد اختيار القالب المناسب لك تضغط عليه ثم تعدل عليه بكل سهولة. قبل الدخول إلى العمل وجب الانتباه لأمر مهم يخص إدخال البيانات في إكسل أو جدول جوجل. البيانات غالبا تتكون من المتغيرات والمعطيات، لذلك وجب التعامل معها بحذر، حيث أن المتغيرات نضعها في الجانب الأفقي كما يتبين من الجدول الأول، والمعطيات تأخذ الجانب العمودي. ويجب عدم إدخال المعطيات بهذا الشكل كما يوضح الجدول الثاني، لأن محرك Google Data Studio لن يستطيع قراءتها. إذن الآن لنعود إلى بيئة عملنا ونتعرف بشكل أكثر عن البيانات وكيفية التعامل معها. نضغط على إنشاء، نختار مصدر البيانات. طبعا عند الاستخدام لأول مرة يطلب منك تحديد بلدك. بعد أن حددنا بلدنا المغرب نحدد اسم شركتنا. طبعا يمكن استخدام أي اسم تريده. نحن سنختار اسم قناتنا Data Analysis Channel. بعد ذلك توافق على سياسة جوجل. طبعا يمكنك الاطلاع عليها من أجل معرفة أهم القوانين الاستخدام. بعد الموافقة عن سياسة الخصوصية لجوجل Data Studio نضغط عن استمرار، ثم نضغط على نعم للكل، ثم نضغط استمر. تظهر لنا لوحة المصادر. طبعا نحن سنتعامل بجوجل شيست. وكما قلنا في الفيديو السابق فإن جوجل تضم مجموعة من المصادر المتنوعة، أكثر من 19 منصة رقمية للمصادر، بالإضافة إلى أزيد من 499 شريك لجوجل داتا ستوديو. ويمكنك الرجوع إلى الفيديو السابق لتتعرف عن هذه المصادر. لكن قبل الدخول إلى جوجل أو جدول جوجل يجب إحضار البيانات. طبعا جدول جوجل يوجد في جوجل درايفر. نذهب إلى جوجل درايفر، نختار جديد، ثم ننشئ ملف خاص بهذه العملية. ثم نضغط من جديد على جديد، نختار بعد ذلك جدول جوجل.
الآن هناك طريقتين لإحضار البيانات إلى جدول جوجل. الطريقة الأولى وهي الأجمل والتي تسمح للبيانات بالتحديث دائما بشكل تلقائي، هذه هي التي سوف أعرفك عليها. مثلا نريد إنشاء تقرير خاص بإحصائيات كورونا فيروس، ونريد هذه البيانات أن تتجدد بشكل تلقائي بدون الرجوع دائما إلى المصدر عندنا هذا الموقع الخاص بالإحصائيات بشكل تلقائي يحتوي على جدول. طبعا هذا الجدول سنأخذه إلى جدول جوجل عن طريق هذا السكريبت الذي سنكتبه بالخانة الأولى. نكتب يساوي، نفتح قوس، نكتب importer HTML، ثم نأخذ عنوان الموقع فصلة، ثم نكتب طاول ثم فصلة ثم نكتب واحد، يعني أن هذا الجدول هو الأول. كما تشاهدون البيانات تم إحضارها بشكل تلقائي إلى الجدول. نضع لها عنوانا مناسبا. ثم هناك الطريقة الثانية في إحضار البيانات، ننشئ جدول جديد بنفس الطريقة التي أنشأناها في الأول، ثم نذهب إلى إحضار البيانات والمعطيات بشكل يدوي عبر طريق نسخ ثم لصق. ويمكنك رفع أيضا مباشرة إلى جدول جوجل. الآن بعد أن تعرفنا عن طرق الحصول على البيانات، دعونا نرجع إلى بيئة العمل الخاصة بنا. نضغط على جدول جوجل من أجل التعامل مع البيانات التي وضعناها في جوجل درايفر الخاص بنا. نضغط على فتح انطلاقا من جوجل درايفر، ثم تظهر لنا الملفات التي حملناها في جوجل درايفر. نختار ملفا من أجل التعديل عليه. قبل إنشاء تقرير نضغط على اختيار ثم تحديد، تظهر لنا هذه الواجهة التي تحمل ألوان خضراء وزرقاء. بالنسبة للألوان الخضراء يرمز لها بالأبعاد، والألوان الزرقاء ترمز إلى المقاييس. لكن قبل ذلك وجب الانتباه إلى الفرق بين الأبعاد والمقاييس. فالأبعاد تأخذ في غالبية الأمر نصوصا اسمية أو أسماء الأشخاص أو المعطيات الجغرافية للبلدان أو المناطق، وكذلك التاريخ والعناوين وما إلى غير ذلك. أما بالنسبة للمقاييس فتتخذ في غالب الأمر أرقاما أو نسب مئوية أو مدة أو مقدار من العملة. بالنسبة إلى الرقم الترتيبي للبضائع أو للأشخاص، رغم أنه يكون عبارة عن أرقام إلى أنه يأخذ فئة البعد. الآن لنطبق ما قلناه على المعطيات الخاصة بنا. نذهب إلى جدول الخاص بالبلدان فنغيرها من نص إلى صنف المعطيات الجغرافية. نختار المعطيات الجغرافية، وبما أن المعطيات الجغرافية الخاصة بنا تخص البلدان نختار البلدان في الجانب. في خانة الترتيب نغيرها من أرقام إلى أسماء، أو كما قلنا سابقا فإن الترتيب يأخذ نصا. في خانة الثمن نغيرها لكي تكون مقروءة بشكل أفضل مما عليه الآن. نغير اسمها السعر الكلي ونكتب مثلا ثمن المنتج. في خانة الوصف نكتب ثمن المنتج ونحدد عملة المنتج مثلا ونكتب الدولار.
هكذا يكون الوصف أحسن ودقيق ويسهل قراءة التقرير بشكل أفضل. بعد ذلك إذا أردت أن تجمع بين خانتين أو بعدين، مثلا أنا عندي هنا خانة خاصة بالاسم الأول وخانة خاصة بالاسم الثاني، طبعا هنا أجمع بينهم في خانة خاصة أسميها مثلا اسم الزبون. أولا أضغط على الخانة الاسم الأول ثم أضغط على أضف حقلا، تعطينا هذه الواجهة، ثم نكتب هذا السكريبت. كونتاكت، نفتح القوس، نحدد الخانة التي أردناها، ثم نكتب فاصلة شرطتين، ثم فاصلة ونكتب الخانة الثانية ونحدد الخانة الثانية التي أردناها. بعد ذلك نختار اسما لهذه الخانة، أنا سوف أكتب اسم الزبون، ثم أضغط على حفظ ثم تحفظ في باسم الزبون. كان إذن هذا هم أبرز التعديلات التي يجب معرفتها قبل إنشاء التقرير. الآن سوف نذهب إلى إنشاء التقرير. اختاروا إنشاء تقرير، تظهر لنا مساحة العمل كما ترون. كما ترون هي مساحة بسيطة وسهلة الفهم، تتكون من نافذتين، نافذة جانبية عمودية ونافذة أفقية، بالإضافة إلى مساحة وضع التقرير أو مساحة العمل. بالنسبة للنافذة العمودية الجانبية تحتوي على عدة قوالب، يمكنك اختيار قالب والعمل عليه. أنا طبعا سأختار هذا القالب الذي يحمل لونا أسود، ثم أضع عنوانا لمشروعي. في اللوحة العمودية نجد مجموعة من الاختيارات التي تخص إنشاء التقارير. كما يمكنك إضافة صفحات أخرى في تقريرك. والآن بعد أن انتهينا من أساسيات الخاصة بجوجل، يبقى لنا أن نعرف من أين يمكن أن نأتي بالبيانات. طبعا إذا كنت تشتغل مع شركة معينة فهي تعطيك بيانات الزبناء أو ما إلى غير ذلك، وتختلف مصادر البيانات على حساب طريقة العمل، ويمكنك أن تجد مجموعة من المواقع توفر لك هذه البيانات، إما أن تكون هذه المواقع مدفوعة أو مجانية. أول موقع وهو موقع ستاتيستا، يمكن التسجيل به وأخذ البيانات، وهو موقع مدفوع، لكن إذا كان عندك بريد جامعي يمكنك الاستفادة منه بشكل مجاني. ثاني موقع وهو موقع كاغل، وهو مجاني، يتيح لك مجموعة من البيانات كما يتيح لك خاصية تحميلها. ثم هناك ثالث موقع وهو مجاني أيضا، World in Data، موقع رائع جدا، شخصيا أستخدمه ويمكنك تحميل البيانات منه بشكل مجاني. ورابع موقع وهو منصة GitHub الغنية عن التعريف، والتي تحتوي على مجموعة من البيانات المجانية التي يمكنك استخدامها بشكل أفضل. ثم الموقع الأخير catalog.gov، موقع أمريكي يحتوي على مجموعة من البيانات الرائعة التي يمكنك إنشاء بها تقارير رائعة. ومن هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. نرجو أن نكون قد قدمنا ما يجب تقديمه من أساسيات حول جوجل داتا ستوديو. ابتداء من الفيديو القادم سيكون التطبيق، يعني الدخول في العمل والشروع في إنشاء تقارير تفاعلية بطريقة احترافية. وشكرا على تتبعكم.